انه ما اعلنته روسيا اليوم من خلال سلسلة اجتماعات كبيرة وكانت معظمها على الهواء، هنتابعها معاكم بعد قليل مقتطفات منها، ان يعلن الرئيس الروسي بنفسه ومن خلال وجوده في اجتماعين، احدهما مع عدد كبير من قيادات الدولة والثاني في مقر وزارة الدفاع في روسيا، واجتماع مع مجلس الدفاع، اعلان انه تم اسقاط الطائرة بقنبلة وانهم تأكدوا من ذلك، وتوجيه بعض الاتهامات للموظفين في مطار شرم الشيخ، والتأكيد على ان روسيا ستلاحق المجرمين في كل مكان. هذا الاعلان يجب ان نتعامل معه بمأخذ الجد. عندنا حكومة للأسف الشديد لما تشوفوا كيف تعاملوا معه يعني بدون فهم وبدون حماس، وبعضهم لما شفنا في المؤتمر الصحفي مش عارف يقول ايه حتى. صحيح الموقف حساس، بس لازم يبقى عندي وزراء ومسؤولين يعرفوا يتكلموا في المواقف الحساسة اللي زي دي. كمان لازم نتعامل مع هذه الاتهامات بجدية، مش هينفع نقول لهم اصله خلاص احنا لازم نستنى نتائج التحقيقات. نعم ننتظر نتائج التحقيقات النهائية، لكن لما روسيا تعلن ذلك بوضوح كمان علينا احنا ان احنا نجري تحقيقات داخلية سريعة ونكاشف بيها الرأي العام. روسيا مش من مصلحتها انها تعادي مصر ولا انها تأخذ خطوات ضد مصر، بالعكس روسيا حليف اساسي لمصر. روسيا كمان مش من مصلحتها انها تقول ان الطائرة تم اسقاطها بعملية ارهابية، كانت تتمنى ان يكون السقوط بسبب خلل فني، لانه عملية ارهابية معناها انه الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها، ومعناها انه رئيس الدولة يجد نفسه في مأزق امام المهمة الاولى وهي حماية المواطنين. عشان كده البعض تعامل مع ما اعلنته روسيا اما بعدم فهم او بعدم قدرة على التعامل مع ازمات ومواقف من هذا النوع. لا عندنا وزراء يعرفوا يتكلموا في هذه المناسبات يقولوا ايه، ولا عندنا حتى مسؤولين يمكن انه يعالجوا ازمات بهذا الشكل من خلال تصريحات دقيقة، لكن على الاقل يبقى عندنا ناس تستطيع ان تتحدث. روسيا خلاص اعلنت بوضوح، ولما تعلن ده على لسان الرئيس الروسي نفسه، ولما تعلن ده من خلال اجتماعين عقد على الهواء هنشوف مقتطفات منهم بعد قليل، حينما تعلن ذلك يبقى المسألة جادة. اعلنت انه تأكد لها، هنا بقى مش معلومات استخباراتية، لا تأكد لها فنيا من خلال بعض الادلة انه الطائرة اسقطت بقنبلة، وهذه القنبلة وزنها TNT اللي فيها كيلو، وانها محلية الصنع، وانها وضعت في حقائب المسافرين، وانه الاجزاء المتناثرة من الطائرة لانها كمان وجدت على مسافات بعيدة، ده معنى كده انها تحطمت من الجو قبل سقوطها، وعندهم مجموعة من الأدلة الفنية اللي قدموها. علينا أن نتعامل بجدية مع ده، ونشوف كمان ونبحث هل يمكن أنه يبقى في عندي خلل عند بعض الموظفين أو خلل في المطار نفسه يؤدي إلى ذلك ولا لا. ما احنا ممكن خلاص نقول أنه أنتم تستبقون التحقيقات والتحقيقات لم تنتهي. لو اعلنت ذلك بعض الدول الاوروبية كان يمكن ان احنا نتفهم ان عندهم دوافع للتآمر على مصر، لكن روسيا تحديدا اللي هي جزء من اسقاط الطائرة هو عقاب لها
على العلاقة الوثيقة مع مصر وعقاب لها على موقفها من سوريا، هذا الموقف اللي بيختلف عن مواقف الدول الأوروبية ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية. طيب لو ثبت لنا أن إسقاط الطائرة تم بعملية إرهابية، إما أنه هذه العملية محدودة، يعني تم تجنيد موظف أو اتنين بداخل المطار، أو أنها عملية ساهمت فيها دول كبرى من مصلحتها أن روسيا تعاقب لأنها تأخذ موقفا مختلفا، هي تحافظ على نظام الأسد، الولايات المتحدة والدول الأوروبية مش عايزين ده، عايزين إسقاط الأسد قبل إسقاط داعش. روسيا بتقول لا، إسقاط داعش أولا وبعد كده الحل السياسي ده الشعب السوري والذي يحدده. ممكن تكون بعض الدول الكبرى بالعة في عملية إرهابية من هذا النوع، بس في جزء يتعلق بينا. لو ثبت هذا الكلام، طب ايه اللي يدخل قنبلة الى حقائب المسافرين والسياح؟ علينا بقى ان احنا ناخذ هذه الامور بجدية ونتعامل معها، لانه اللي هتشوفوه ده في منتهى الخطورة لما هتتابعوه حينما يتم الاعلان عنه وفي اجتماعات يتم بثها تلفزيونيا بالشكل اللي هنشوفه وعلى الهواء. تعالوا نشوف الاول الاجتماع اللي عقده الرئيس الروسي بوتين وكان معاه قيادات الدولة، واعلن فيه رئيس هيئة الامن الروسي انه تم تفجير الطائرة بقنبلة وزنها كيلو من الـ TNT.